أنا بزاف بهاد العرس الأسطوري اللي تقامنا يعني من خلال مجموعة ركن العزاب المغاربة، وأنا فرحانة بزاف وتعرفنا أنا وراجلي تمايا وجبرت ولد الناس الله يعمرها سلعات وكلنا على الله والحمد لله. احنا يعني حققنا الله واحد الحلم، أنا نعمل عرس أسطوري بحال هذا اللي ما كناش كنتخيلوه أبدا. نقول للزوج ديالي من هذا المنبر أن يعني كنشكرو بزاف، وهو ولد الناس وصبر معايا الله يخليه لي. الاسم ديالي عادل، ناشد سعيد بهذا الزواج الاسطوري اللي انضمتو لنا ركن العزاب مغاربه من طرف بدر وهشام، كنذكرهم جزيل الشكر، والزوجه ديالي حتى اللي حاضر معايا وكاع الناس اللي حاضرين معايا من عائلتي، وان شاء الله مدوما غير صدق ومحبه ان شاء الله. من مجموعة رك العزاب المغاربة، كما كتشوفوا اليوم كنعيشوا أحلى أجواء في مدينة عين صاوشطات ما بين فاس ومكناس، اللي كنحتفلوا بواحد العرسان اللي التقوا عندنا في المجموعة وانتقلوا من العالم الافتراضي، واليوم جاو جينا نحتفلوا بهم في هذه المدينة الجميلة. وكما معروف على مجموعتنا أنها كتقوم بعدة أعمال تضامنية إنسانية، واللي كتركز على أنها تنظم أعراس تشجيعية للشباب قصد تقليص من ظاهرة العزوف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.